أخبار اليوم. في أثناء توليدي منتخب الشباب كان معي كابتن حمادة صدقي. تعرف كابتن حمادة صدقي اشتغل معي فترة طويلة جدا، يعني كابتن حمادة صدقي اشتغل معي فترة منتخب الشباب كلها، اشتغل معي في الوقت اللي أنا اشتغلت فيه كنت مدير فني لنادي الاتحاد السكندري، اشتغل معي في الوقت اللي كنت فيه مدير فني لنادي سموحة، اشتغلنا مع كابتن حسن شحاتة في نفس التوقيت. فحمادة قعد من 99 فترة لا تقل مثلا عن يعني بعتبرها أكثر من 15-16 سنة، وإحنا كنا مع بعض متواجدين على طول مع بعض.